اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من أسرار العالم الروحاني. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الصورة الخاصة لمواليد برج الحوت. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الكاشف، صورة الحاقة مواليد برج الحوت، وإن شاء الله بعد القراءة هنشوف رسالتك بتقول لك إيه من ضمن الرسائل يا برج الحوت. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. شايف يا برج الحوت، أنت يعني دايماً عندك كوابيس في مناماتك، شايف عندك هنا دايرة والدايرة دي مقفولة عليك، أو يعني موضوع خانقك ومضايقك. شايف الفترة اللي جاية في أمور هتتظبط عندك، شايف الأمور دي لازم تتظبط عشان تكون يعني أمورك هادية جدا. خلي أعصابك هادية، ما تدخلش نفسك في أي مشاكل مع أي حد. في ناس كثيرة يا برج الحوت عايزة تاخد اللي انت فيه، عايزة تاخد اللي انت فيه، او مش حابين لك المكان اللي انت هتوصله او وصلت او وصلت له، عمالين يجيبوا في سيرتك، ما عارفينش ان انت تعبت، ما عارفينش ان انت كفحت، ما عارفينش ان انت تعبت كتير سهرت الليل. خلي بالك من نفسك، خلي بالك يا برج الحوت ان يعني الفترة اللي جاية، وكن حريص ما تعملش اي حدا تضايقك او زعل حد منك. شاف عندك هيكون عندك امور حلوة، في حاجات ايجابية هتعود لحياتك. ما تقلقش ما تقلقش، ارمي ناس ورا ظهرك وخرج ناس من حياتك وخرج ناس من حساباتك وعيد حساباتك بشكل احسن. يعني شاف ان لي راحة، شاف راحة من بعد مشاكل اللي انت عانيت بيه، يعني شايف راحة من بعد غدر، من بعد طعن، من بعد الظلم اللي انت شفته. فضلا وليس امر ادعموا الفيديو باللايك احبابي في الله. يعني شايف عندك يعني هنا ما تقلقش، ما تقلقش من الهم اللي انت شايله لوحدك، يعني ما تقلقش من الخوف اللي في حياتك، يعني والحاجات اللي مضايقاك. يعني شايفك ان انت مخنوق ومتضايق، مش طايق نفسك، يعني في عدة المواضيع اللي في حياتك، فما تقلقش كلها فترة وهتعدي بفضل الله تعالى. يعني ما تقلقش، صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كله. يعني كل فترة وهتعدي بإذن الله تعالى. الأيام اللي داية تثبت وجودك في تحسن من نفسك، شفت هتحسن من نفسك، هتدخل طاقات إيجابية وهتلاقي حد بيدعمك، تلاقي دعم في حد يدخل حياتك هيفرحك وهيسعدك. يعني انت شايفك انا يا برج الحوت ناوي على تغيير، التغيير ده يكون حلو علشان ده مطلوب. يعني شايف انه بسم الله الكاشف في ست بتدعي لك، في ست بتدعي لك، والست دي ربنا يعني هينصرك ان الست دي بتدعي لك. شايف في ست بتدعي لك قوي. لو انت عايش في صراع بين قلبك وبين عقلك وعامل تحدي، فبلا يعني اختار تفكير عقلك، ما تختارش تفكير، اختار يعني التفكير الصح، ما تختارش تفكير قلبك، لأن قلبك فيه بتيجي مشاكل، بتيجي مشاكل، فاختار حكم عقلك. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما. بسم الله الكاشف، بسم الله الكاشف. شايف هنا في اتفاق، في اتفاق هيتم. شايف في حلفان هنا، حلفان واتفاق، يعني في مواجهة، يعني في حاجة يكون فيه اتفاق. بسم الله الكاشف، في حد هنا بيقول لك أنا هعمل لك وهعمل لك وهساعدك، يعني يقول هو كذاب، في شخص بيكذب عليك، في شخص، في شخص عندك تعبان ودايما بيشكي بحاجات كتيرة، دايما شخص قريب وتعبان، انت يعني عندك وقف حال يا حوت، يعني شايف ان انت الدنيا كلها واقفة في وشك، حاسس بيها؟ حاسس ان الدنيا كلها واقفة في وشك ومقفلة؟ لا، في راحة من بعد اللي انت شفته، ابعد عن الخوف والقلق والطاقات السلبية. انت خايف من بكرة، خايف من المستقبل، سيبها على الله، لا تخف. شايف هنا في حد هنا بخيل،
يعني شاف هنا حد ما بيصرفش عليكم، بخيل جدا قريبك، بشيء، يعني هذا الشخص بخيل قوي لحد انت تعبان منه نفسيا، مأذي منه. بسم الله الكشف، اللهم صل على سيدنا محمد، بسم الله اللهم صل على حبيب المصطفى. شايف هنا حاول ان انت تستغفر كثير، بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا، لان انا شايف في ذنب انت عملته، فعليك بالاستغفار، لانك هتطلع من حيرة، هتطلع ان انت محتار من حاجات كثيرة، في موضوع مفتوح في حياتك. في هنا شايف ان روحانياتك حلوة، برد الحوت، عندك روحانيات عالية جدا، روحانيات كويسة، يعني ابعد عن الشخص اللي غزلك واللي غدر بيك، يعني شايف عندك مشكلة، عندك مشكلة، ابعد عن الاشخاص اللي غدرت بيك، صديق حبيب، ابعد عن الاشخاص اللي غدرت بيك وخذلتك. يعني شايف هنا ان شاء الله، بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد. شايف هنا في مواجهة هتكون من صالحك، يعني ان انت هتقول الحق، هتقول كل حاجة عندك، هتقول الصح وهتقول كل حاجة عندك، بس ابعد عن حالات الاكتئاب وحالات القهر والظلم والزعل اللي في حياتك بسبب الشخص اللي كان موجود في حياتك، لان يعني كنت مظلوم معاه في العلاقة، يعني انت واثق من نفسك جدا يعني، بس يعني ابعد عن هذا الشخص ولم جراحك اللي في حياتك، يعني لم الجرح اللي في حياتك واخرج من هذا الطاقة السلبية ومن الغمامة اللي حواليك. يعني شافك ما عايزكش تزعل، ما عايزكش تزعل وتشيل هموم. بسم الله الكشف، اللهم صل على سيدنا محمد، بسم الله. شاف هنا، شاف هنا في حروف ظهر قدامي، الحروف دي أشخاص أنت خايف عليهم، في أشخاص أنت خايف عليهم، أنت أشخاص، في أشخاص يعني ظاهرين قدامي أنت خايف عليهم يا حوت، يعني شايف مشاكل وعراقيل عندك، يعني زي ما قلت لك عندك في حسد، حسد شديد يا برد الحوت، موقف كل حياتك بتعاني من التعطيل ومن الحظ وخيبة أملك في حياتك وزعلان من الطاقة، هو الحسد. أخواتي في الله، برد الحوت تعبكم جدا، هسيب لكم في صندوق الوصف إن شاء الله علاج الحسد والتخلص من هذا الحسد. شايفك ما تقلقش، احذر من حد قريب منك جدا من صلة رحم، أنت في حقيقة نفسك تعرفها ومتدري عنك، يعني أنت عندك هنا حيرة، محتار، في حد عايز تعرفها ومستخفية عنك، مستخبية، يعني شايف هنا ده دايما بتحب العدل، بتحب الحقيقة، بس في أفاعي، خلي بالك في أفاعي، شايف هنا عايزة تلف حواليك، هنا شايفش أنا فيش، ما فيش ثقة، لكن استبشر، عندك خروج، عندك خروج من أسير، يعني في حد مسجون أو أسير، عنده خروج لي، في تغير، في تغير عتبة، يعني أنت هنا شايفك يعني أنت كنت مصدوم، اصطدمت من لك سنين، تعرضت للخيانة أو صدمة أو ظلم من فترة، تعرضت ليه، الصدمة دي يعني أنت اتصدمت من شخص أو خيانة أو حادة، فأنت مصدوم منه، يعني من ساعة الصدمة دي منتظر استقرار عاطفي، منتظر استقرار عملك، منتظر اشياء في حياتك، ودايما هنا بتلاقي غير العراقيل في حياتك، بتلاقي كل شيء عراقيل، فما تقلقش، ما تقلقش، ما تقلقش. شايف انا يعني في استبشار، يعني تخلص من هذا الطاقات السلبية كلها بإذن الله تعالى، وحصن نفسك، حصن نفسك، حصن نفسك، في أفعى بتلف حواليك، ست خبيثة، ست خبيثة عاملة لك بطاقة السحر، ست خبيثة عاملة لك بطاقة السحر، انت صح،
كلامك صح واحساسك صح. صليت يعني انا شايفك ان انت صليت استخارة بس ما لقيتش نتيجة، او ما لقيتش لسه ما دتلكش الاستجابة. انت تفكيرك صح يا برج الحوت، واحساسك ان انت مسحور صح. هي ست سحراك بس هبتدي. انا شايف ان الباب الحظ والنجاح والمال والعمل موجود بإذن الله، وكبير بإذن الله، لأن أنا شايفك فكرت صح يا حوت. بعد تعب ومجهود ودراسة وسهر صار وقت تقطف تعبك ومجهودك. يعني شايف هنا بدك تندح وتثبت نفسك أكتر. شايف أنا في سفر، شايف في سفر بإذن الله تعالى، شايف عندك معارضين ولكن عندك الدعم المطلوب من هنا من أهل أو المقربين. شايفين الوضع المالي أمورك هتكون تمام، يعني هتبقى تمام الحمد لله. والوضع العاطفي أنا شايف صار وقت إنك تحط مسمى للعلاقة العاطفية. أنا شايف بدك يعني عايز تاخد خطوة بخصوص ارتباط مع شريك، أو بدك تشرح وضعك للشريك. أنا شايف في خطوة الوضع هنا الشريك، وشايف برضه هنا في فرحة من الأهل بخصوص سفر بإذن الله، أو خصوص فرح أو خطوبة أو ارتباط أو رجوع. يعني شايف هنا في فرحة عند الأهل بخصوص نجاح ومجتمعين، وفي فرحة بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسعدكم يا رب العالمين. وكنت بتعاني من السحر أو من الحسد ومن العين والماس ومن التعطيل في حياتك، اللينك في صندوق الوصف، ادخلوا يا أخواتي في الله هتلاقوا كل العلاجات بفضل الله تعالى، فضلا وليس أمرا. موجودين معانا، ادعموا الفيديو باللايك أحبابي في الله، ونشوف رسالتك بتقول لك إيه. صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وأنت خير المبشرين كلها يا رب. يبعد عن بيتك الهم والقلق والحزن، ومن عليه بالسكينة والستر والأمان. آمين يا رب العالمين. يا رب يبعد عن بيتك الهم والغم والقلق، الهم والقلق والحزن، ومن عليه بالسكينة والستر والأمان. آمين يا رب العالمين. واكثر من قراءة سورة الحاقة بنية فتح الأبواب المغلقة، إن شاء الله تفتح معاكم بإذن الله تعالى، فضل وليس أمرا أخواتنا في الله. ادعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فليشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من أسرار العالم الروحاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.